جزاكم الله خيرا. يسألكم تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. عذاب عظيم. الآية تعني الذين يقذفون العفيفات من النساء بالزنا، إذا قالوا يا زانية أو فلانة زانية أو زنيتي، فإن هذا هو الرمي وهو القذف. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة أنهم يجلدون 100 جلدة، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حكم الله عليهم بعدة أحكام: أولا أنهم يجلدون 100 جلدة، وهذا حد من حدود الله، 80 جلدة، أنهم يجلدون 80 جلدة وهذا حد من حدود الله. الحكم الثاني أنهم لا تقبل لهم شهادة عند القضاة وعند الحكام، ولا يصدق لهم خبر لأنهم فسقة. الحكم الثالث أن الله حكم عليهم بالفسق: أولئك هم الفاسقون. فهذا مما يدل على أن القذف بالزنا للرجال والنساء أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد، مما يدل على عظمة حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، ومما يدل أيضا على خطورة اللسان وخطورة الكلام، وأنه يجر على صاحبه وبالا عظيما. وفي الآية التي ذكرها السائل بيان وعيده في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كل هذا وعيد على القاذف والعياذ بالله.